بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم بأجمل تحية من هذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يسير أول أشواطنا لفية الأبكار لسن الحجايج، المسافة هي المغررة 1500 متر. الراحلة لهذه الأسماء المتميزة، شكرا لصندوق السمحة على حسن التعاون بهذه الرياضة المتميزة. ننطلق مباشرة نتعرف إلى سرب التحرك الأول، نعود إلى الصدارة، نشوى على مقدمة الشوط يرافقه ولا هناك على الصدارة. ناخذ الإشعار عندك يا مالك هملولة بقيادة سالم بن سعيد من تحمل الرقم. إذن هناك نشوى لسهيل بن أحمد بن سعيد بن سالم بن حميد، يتقدم إلى بداية الشوط. النقلة التالية وصول وصلت الشاهينية، يتابع غانم سلطان بن خالص العامري عبر هذه الأسماء الجميلة المتميزة. والمركز الثالث نعود مع إشعار مالك هملولة، سالم بن سعيد أبو لاحج الرميذي يتقدم بالمستوى الثالث. إذا نكتفي بهذا القدر، خلق مع المقدمة، خلق مع صدارة الشوط، رافق البداية. أشوف الشاهنية بدأت تتقدم، بدأت تسير بخطى ثابت، يرافق إذن غانم السلطان بن خالص العامري وسلم على أهل السمحة بأول رحلة أشواط الصباحية، بأول انتصارات الصباحية. شوف العزائم الإبطان بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، انطلاقة متميزة. ما الله ذكرني يا بخالص، ذكرتني نوخ الشاهين وعياله، أول رحلة أشواط، أول رحلة ناموس على البداية. يا سلام يا سلام، صباح الخير إذن يا أبو سلطان على هذا الانجاز. غانم السلطان بن خالص العامري، لحظات وصول الشاهينيه الى خط نهايه تهانينا والناموس، شكرا على هذا الانجاز. المركز الثاني وصلت ما هناك نشو يتابعها، اذا سهيل بن سالم، سهيل بن احمد بن سعيد بن حميده الذي قدم هذا الشعار. المركز الثالث وصلت هملوله، يتابع سعيد بن سالم بولاحج الرميذي. شكرا لكل المشاركين.